الإسلام أحمد فتحي يمر، روح العربي، شخصية العربي، روح العربي، شخصية العربي. فريق الأحلام يريد أن يصحح المشوار مع بداية الدور الثاني، انطلاقة سريعة جدا من أحمد فتحي، يسجل من خلالها قبل نهاية هذا الشوط الأول من المباراة. شوف الانطلاقة السريعة والقوية جدا، شوف روح العربي التي تظهر في هذا اللقاء في هذه المباراة. هي عالية، كرة، يا الله، ماذا الفريق قادر على أن يسجل ويعود؟ الشواهين في أي لحظة بإمكانهم أن يعودوا. لزار من كرة عرضية رائعة، من لقطة ذكرت بأن نادي سيليا فريق مسجل في الدور الأول 25 هدف، ما أعتقد ولا أتوقع بأن سيصعب عليه أن يسجل هدف. شوف لزار وشوف الكرة العرضية التي مرت من أمام الجميع في لقطة باعتقادي.